الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسل الله أجمعين. وبعد، فيشرفني نيابة عن معالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن أرحب بحضراتكم جميعا، وأخص بالذكر ضيوف مصر الكرام، متمنيا لهم طيب المقام في بلدهم الثاني مصر، ونقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا ومرحبا بكم جميعا. كما يطيب لي أن أتوجه بالشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء على تشريفي بالإنابة عن سيادته في افتتاح هذا المؤتمر. ويسرني ابتداء أن أتوجه باسمي وباسم حضراتكم جميعا بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله على تفضله برعاية هذا المؤتمر الذي جاء استجابة لدعوة سيادته لحوار دولي ينطلق من منطلقات المشترك الإنساني ويحترم الخصوصيات الدينية والثقافية للدول والمجتمعات. وألخص حديثي مع حضراتكم في نقطتين، الأولى عامة وتتعلق بفهم النص في إطار فقه بناء الدول، فكثير من القراءات القديمة للنصوص قامت على مراعاة فقه الفرد وأحوال الأفراد لا فقه الدول وفق ظروف عصورهم وأزمنتهم، ولكننا وفق ظروف عصرنا الذي يقوم على إعلاء شأن الدولة واحترام الدولة والإيمان بمشروعية الدولة الوطنية، أصبحنا في حاجة ملحة أن نعيد قراءة النصوص في إطار فهم الدولة. فعلى سبيل المثال، عندما كان الناس يتحدثون ومعظم كتب الوعظ أو كل من كتب عن حق الجوار كان يتحدث عن الجار بمفهومه الفردي، وشاع على لسان العامة الوصية إلى سابع جار، ونسي الناس أن حق الجوار الدولي أعظم حرمة من حق الأفراد أيضا لما يترتب على ذلك من مشكلات. فكما أن الإنسان الكريم العظيم لا يعتدي على جاره ولا يسمح أن يعتدى على بيت جاره من بيته، فالدول المحترمة هي التي لا تعتدي على جيرانها ولا تسمح بأن تتخذ حدودها وسيلة لإيذاء الدول المجاورة. فكما نرسخ حق الجوار في الإسلام بين الأفراد، علينا أيضا أن نرسخ حق الجوار بين الدول. في مفاهيم الاستئذان، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، معظم من كتبوا من الفقهاء والعلماء والدعاة كتبوا عن آداب الاستئذان وكيف ألا تقف عند فتحة الباب وأن تأتي من جانبه، وتحدثوا عن بيت الشخص. وهنا نؤكد أيضا أن حرمة الدول لا تقل شأنا عن حرمة البيوت، وكما لا يجوز أن تدخل بيت أحد بدون إذنه، لا يجوز أن تدخل أي دولة دون الإذن القانوني المعتبر لسلطتها القانونية التي تمنح تأشيرات الدخول أو إذن الدخول. وعندما تحدث الناس عن عهد الأمان أيضا تحدثوا عنه بصورات فردية، وهنا نقول إن تأشيرة الدخول كما أنها أمان لك
على مالك وعرضك ونفسك في الدولة التي تدخلها، فإنها أمان عليك أن تحترم قوانين وقواعد الدولة التي تدخلها. الناس تحدثوا عن الصدق والإنسان الصادق وأن الصدق يهدي إلى البر وعن أهمية الصدق، لكننا نسوا أيضا أن الصدق كما يطلب على مستوى الأفراد يطلب على مستوى الدول، والدول الصادقة هي التي تفي بعهودها والتزاماتها ومواثيقها ومعاهداتها الدولية، لا تلك التي تعاوغ معاوغة الأفراد. إذن فنحن في حاجة إلى قراءة جديدة لفهم النص في ضوء فقه بناء الدول واحترام سيادة الدول. وفي موضوع الحوار الذي نحن بصدده، الناس أيضا يفهمون أن الحوار هو قضية بين شخصين. قضية الحوار بين الأفراد يعادلها قضية التفاوض بين الدول. وبهذه المناسبة بعد أيام قليلة ستحتفل محافظة جنوب سيناء بذكرى رفع العلم على طابة، حيث استعدت مصر كامل طعابها الوطني عن طريق الحوار والتفاوض الدولي. فسياسة الحوار والتفاوض سياسة راسخة في السياسة المصرية ومنهج شرعي يعد بديلا للاقتتال والاحتراب. أما النقطة الثانية وهي الخاصة بموضوع أبجديات الحوار، فالحوار كما يقول اللغويون على زينة فعال، والمحاورة على صيغة مفاعلة، وهذه الصيغ لا تقع إلا بين طرفين ولا يمكن أن تقوم على طرف واحد. يقال تحاور محمد وسعيد، أو تشارك، أو تفاهم، أو توافق، أو تطاوع. فالإنسان لا يحاور نفسه ولا يشارك نفسه ولا يخاصم نفسه، وهذا يعني ولا يتصور أن يحاور الإنسان نفسه وعليه. فالحوار يقتضي أن تعامل الآخر بما تحب أن يعاملك به، وأن تنصت إليه قدر ما تحب أن ينصت إليك، وأن تتخذ إليه نفس الخطوات التي تحب أن يتخذها إليك لتقطع المسافة معه. وإلا إن لم تؤمن بذلك فحاول نفسك واسمع صوت نفسك ولا تنتظر أن يسمعك أحد. الحوار البناء هو الذي يقوم على التفاهم والتلاقي على مساحات مشتركة وأهداف إنسانية عامة لا تمييز فيها على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو القبلية. فتحقيق المواطنة الحقيقية التي نعدها الحل لكثير من المشكلات العصرية، تحقيق المواطنة يقتضي التكافؤ بين جميع المواطنين. ولكن إذا طرحت قضية المواطنة نظر إليها الناس من منظور واحد، وهو التعايش بين أصحاب الديانات المختلفة، هذا حق، لكن مفهوم المواطنة هو أوسع من ذلك، فهو يؤمن بالتعددية المتكاملة بين أصحاب الديانات، بين الرجل والمرأة، لا يميز على أساس قبلي ولا عرقي. وفي مقدمتي ربما انصب الجهد الكبير على قضية التعايش بين الديانات المختلفة، ونسي الناس قضية لا تقل أهمية، وهي حقوق المرأة وحق المرأة في الحياة الكريمة. وهنا نؤكد منذ أن أعلن سيادة الرئيس عام 2017 عاما للمرأة، وأعلنت الدولة المصرية استراتيجية تمكين المرأة 2030، أخذت كل مؤسسات الدولة ومعها وزارة الأوقاف
قضية المرأة بغاية الاهتمام، فبلغت القيادات النسائية في وزارة تعنى بالشأن الديني، هي وزارة الأوقاف، 13 قيادة نسائية ما بين وكيلة وزارة ومدير عام. والآن نهتم اهتماما بالغا بقضية الواعظات، وبهذه المناسبة يحضر معنا الواعظات اليوم لأول مرة، كما خصصنا زيا للأئمة والعلماء يميزهم فلا يختلط بهم الدخلاء ولا غير المصرح لهم بالدعوة، أيضا خصصنا زيا خاصا للواعظات، أرعينا فيه الفكر الوسطي والمنهج الوسطي ليكون بيانا عمليا أن الإسلام لم يضع المرأة في قوالب جاهزة، وإنما ترك لها مساحة واسعة من الحرية، وهذا الزي هو ما كنا يرتدينه من قبل مع لمسات مميزة بالتنسيق معهن. وأحد السادة الأفاضل يشير، فأطلب من الواعظات نصف دقيقة تفضلنا بالوقوف، لأنهن لأول مرة يحضرن بزي الواعظات. ونوجه لهن التحية على ما يقومن به من جهد طيب. الحوار البناء يتطلب إنصاف الآخر، والقرآن الكريم قائم على الإنصاف. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى وإن، يتحدث مع الكفار والمشركين فيقول على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. مع إن المسألة بينة واضحة وضوح الشمس، لم يقل نحن على هدى وأنتم على ضلال. لو قال لهم أنتم على ضلال لكان ضد أنتم الذين على ضلال، وإنما يقول لهم فكروا، أحد الطرفين على هدى والآخر في ضلال مبين، فميزوا أنتم. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. سيدنا حسان بن ثابت عندما أراد أن يرد على أبي سفيان بن الحارس عندما هجى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: هجوت محمدا صلى الله عليه وسلم، فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء. يتحدث عن مين؟ عن سيدنا رسول الله. يقول له: فشركما لخيركما الفداء. فك من الشر ومن الخير، فشركما، لم يقل له أنت الشر. سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما كان يحاور النمرود وقال نمرود ابن كنعان: أنا أحي وأميت. قال سيدنا إبراهيم، قال إبراهيم: ربي، ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحي وأميت. هنا لم يقل له أنت لا تحيي ولا تميت، ولم يدخل معه في جدل، وإنما لجأ إلى أسلوب آخر من الإفحام، وهو مقابلة الحجة بالحجة. قال: لن أجادلك فيما تقول، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لم يقل له أنت كذاب، وإنما انتقل إلى قضية يعجز أن يفعلها باستخدام العقل. لو قال له أنت كذاب، يقول له: أتى بإثنين من المحكوم عليهم، أعدم هذا وأطلق هذا، وقال: أنا قتلت هذا وأحييت هذا. وإنما انتقل إلى قضية لا تقبل الجدل بالعقل والحكمة، وقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. أختم، ما الذي يعوق الحوار؟ أمان. الذي يعوق الحوار ويعطله أمان: الجماعات الإرهابية، الجماعات المتطرفة، أدلجت العلماء والمفكرين والمثقفين. ذلك أن العالم أو الكاتب أو المحاور المؤدلج المنتمي لجماعة متطرفة أو متشددة يمكن أن يناقشك في فهم آية من كتاب الله أو حديث من ثابت صحة سيدنا رسول الله، لكن كلام مرشده قرآن لديه لا يقبل النقاش فيه. فالأدلجة، ولذلك أؤكد وفي كل مؤتمر أؤكد أن جميع الجماعات الدينية المؤدلجة التنظيمية التي تتخذ من الدين سيطان وشعان لتحقيق أهدافها هي خطر على بناء الدين وبناء الدولة معا. هم خطر على الدين والدولة، لأن المؤدلج أغلق عقله،
الأمر الثاني النفعيون والعملاء وخونة الأوطان ممن يستأجرون كما قال الشاعر: مستأجرين يخربون بيوتهم، مستأجرين يخربون بلادهم ويكافؤون على الخراب رواتبا، فهم عبيد لمن يدفع لهم. مثل هؤلاء أصموا آذانهم وأعموا أعينهم عن الحوار. أما الحوار فهو منهج إسلامي ومنهج وطني وضرورة عصرية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخدمة ديننا وأوطاننا وخدمة الإنسانية. ونشكركم جميعا سواء ضيوفنا من الخارج أم من الداخل على تشريفنا، فوجودكم إضافة لهذا المؤتمر، ونتمنى أن نخرج بالصورة الحضارية لديننا وأوطاننا وحضارتنا العربية والإسلامية. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.